هيك نستعير يعني بعض الكلام لنقول أنه تسقط كل صبيحة بندقية في على أرض الجنوب في هذه المرحلة الحساسة بطبيعة الحال بهذه الحلقة، تصعيد لاستهدافات العدو الإسرائيلي في الجنوب، استهداف مدنيين، ارتكاب مجازر. هل تريد إسرائيل جر لبنان إلى حرب؟ وماذا عن المفادين اليوم؟ هذا الموضوع أصبح بعهدة الأمم المتحدة، منظمات حقوق الإنسان وكل المفادين الدوليين الذين كانوا يأتون إلى لبنان ليملوا يعني علينا شروط وكأن شروط الخاسرين بأن أبعدوا المقاومة. طبعا زميلتي العزيزة، من قلبي ومشاعري يعني تذهب الآن عن ذوي الشهداء. صحيح، نحن كلنا أباء وأمهات وعنا أخوة وعنا أخوات. أن تقتلع منا الحياة، حياة من نحب، خاصة عندما يكونون في ريعان الشباب والعطاء، فهذا أمر مؤلم جدا ويدمي القلب. إنما أنا متأكد أنه القضية اللي استشهدوا من أجلها هالشباب وهالصبايا، عم نحكي شباب 40 سنة و 30 سنة و 25 سنة، وعلى ما أذكر الشهيدة ترحيني يمكن كانت عاملة تواصل مع زميلاتها وقالت لهم إذا سبقتكن على الشهادة رح صلي لكم واشفع لكم حيث انا. نعم، القائده في فمشان هيك بقول انا نعم. انه اللي بيعزينا اول شيء انه هذا الموت لم يكن موتا سدى، يعني هذا كان صحيح. موت من انبل يعني قضايا تضحي بالحياه، انك تقدميها كرمال وطنك وكرمال دينك وكرمال قومك وكرمال كرامتك وكرمال سيادتك. مشان هيك هودي الأهالي أنا ما بقدر أقلهم إلا أنه لازم يكونوا كتير شايفين حالهم بهذا الشيء. على كل حال هيدا نتاج كتير. تربيتهم طبعا هاي نتاج للتربية. صحيح. وأنا لما بتذكر سماحة الإمام المغيب موسى الصدر، بتذكر أنه هو عطانا هالمدرسة هيدي، هالقيم، هالمثال. هو اللي علمنا أنه إسرائيل هي شر مطلق، وأنه ما عنا عدو بالعالم لا بالداخل ولا بالخارج إلا إسرائيل. وبالتالي شرب مدرسة بأمها وأبيها على حب لبنان وعلى المواجهة الكريمة والسيدة والحرة وعلى العناد بالدفاع عن الحق وعن الوجود وعن الأرض وعن العرض وعن كل القيم الإنسانية اللي إسرائيل ما بتعرفها. فأنا بجدد عزائي الصادق إلى ذوي الشهداء، وبقول الله يقوم بالسلامة الجرحى، والله يقوي الجنوب ويقوي شعب الجنوب، لأنه هذا الشعب اللي عم يعطي الأمثول الكبيرة ليس فقط لكل اللبنانيين إنما للعرب أجمعين وللإنسانية جمعاء. ولا بد أن ينتصر الحق ولو يعني كلفنا هالشي جثمين الشهداء الأتقياء. يعني أما الكلام تفضلتي فيه ست رندا، لأنه طرحتي ثلاث أشياء كتير مهمة بسؤالك بالمقدمة. أول شيء، هل نحن قدام تصعيد إسرائيلي؟ بالطبع نحن أمام تصعيد خطير، لأنه استهداف مدنيين بهذا الشكل بهذه المدينة بالتحديد، بما تعنيه النبطية للمقاومة للعيش الواحد. نحن بنعرف النبطية من منطقة معزولة طائفيا أو مذهبيا، فيها كل الطوائف وفيها كل المذاهب، فيها مؤسسات للرهبان والراهبات، وفيها مستشفيات، وفيها حياة حضرية تتميز بالحياة معا. نعم. وبالتنوع الثقافي. يعني عذرا، المجزرة التي يعني حصلت قبل مبارح هي قريبة للمدرسة الإنجيلية. قريبة للمدرسة الإنجيلية. صحيح. وبالتالي الاستهداف له مغزى عند الإسرائيلي، عم بيقول أنه هذه الصورة التي تعرفونها عن لبنان أريد أن أحطمها، أريد أن أكسر صورة هذا التنوع، صورة هذا التلاحم. من يومين ثلاثة كان سماحة السيد نصر الله عم بيقول أنه أغلب الشعب الجنوبي هو مع المقاومة، وبالتالي يمكن اللي صار
بهذا الاستهداف الغاشم عم بيقول عم بيردوا عليه لسماحة السيد بيقولوا هذا التنوع نحن عنا نية إنه نحطمه وأكيد لن يتحطم هذا هذا التنوع. هل في استدراج للبنان مثل ما تفضلتي وقلتي إلى حرب؟ طبعا في نية عند رئيس حكومة العدو إنه يستدرج لبنان إلى حرب لحتى يرجع عند الأمريكيين ويقول لهم يا حوي لبنان هو اللي عم بشن الحرب، لبنان بده يدمر إسرائيل، وعم يلعب على المشاعر الأمريكية الصهيونية بأن إسرائيل هي المحمية الوحيدة في الشرق الأوسط، وبالتالي بيرجع بيستدرج الدعم الأمريكي. أنا أعتقد أنه عنا ما يكفي من الوعي الوطني حتى لا نستدرج إلى مواجهات شاملة وكاملة، إنما لن تترك هذه المقاومة مواطنيها عرضة للاغتيال كما حدث، وبالتالي أكيد الردود ستكون مناسبة. ولما سمعت السيد بيقول مدني إيبيل مدني، أنا أصدق هذه المعادلة وأنتظر أنه كمان يكون في ردود أشد إيلاما على العدو الإسرائيلي. واللي عم بقوله عن سماحة السيد بقوله على حركة أمل، لأنها أيضا في مواقع متقدمة في هذه المقاومة وفي تنسيق كامل على المستوى الأمني التكتي والاستراتيجي مع حزب الله، وبالتالي هذا الثنائي الوطني يؤكد اليوم أنه رأس رمح في الدفاع عن السيادة اللبنانية. أما الموضوع المفادين فموضوع يعني شائك ودقيق جدا، لأنه هلأ كل حركة المفادين ستراندا تتمحور حول أمر واحد، كيف نعيد المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة إلى المغتصبات أو إلى المستعمرات. بيجوا بيعطوك جزرة اقتصادية، بيقولوا لك انتظري حزمة مساعدات مالية، بيقولوا لك رح نفك الأسر عن حقول النفط وحقول الغاز، بيقولوا لك رح نعطيكم جزرة حدودية منبحث ب 13 نقطة المتنازع عليها، منشوف قصة البيوان، منشوف مزارع تلال كفرشوبة ومزارع شبعة، كله وعود وعود وعود. إنما الهدف الأساسي لهؤلاء المفادين واحد، هو العودة الآمنة للمستوطنين في شمال فلسطين المحتلة، اللي هن عم بشكلوا الضغط الأكبر على المستوى الشعبي والسياسي على حكومة بنيامين نتنياهو. بعضهم بيقولوا أنه إذا طلع المستوطن على الشرفة وأخذ النادور رح يشوف المقاومة على الحدود. الرد اللبناني، ولحسن الحظ بتعرفي بتميز لبنان أنه بس يكون في خطر داهم خارجي مثل خطر الكيان الصهيوني بتوحدوا اللبنانيين، وخاصة المؤسسات بتوحد، ما بعود في طيشرة أو ما بعود في شرزمة. فكان الموقف اللبناني واضح، توقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، توقف العدوان على غزة هو الذي يبرد المواجهة بين جنوب لبنان وبين الكيان الصهيوني. طيب يعني حضرتك ترى أن في هذا التصعيد هو إخفاق إسرائيلي أو بمعنى إرباك إسرائيلي، أو بإطار الضغط العسكري بموازاة المفاوضات التي تجري على خط صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، وبالتالي الردود التي لم تكن على مستوى ما كان يأمل يعني به المفادين تحديدا الأمريكي؟ طبعا أنه هلأ المفادين من لبنان أقله، طبعا المفادين لأستكمل حديث المفادين ونرجع بعدين على المفاوضات اللي تفضلت فيها، لأنه كمان نقطة مهمة أنه المفادين الهم الأساسي عندهم إسرائيل، مش الهم الأساسي عندهم ترتيب وضعنا الداخلي، لأنه ما عندهم مصلحة إلا المصلحة الإسرائيلية. المفادين وعم بحكي أنا بالتحديد آموس هوكشتاين، اللي عم بيقوله المفادين الأجانب اللي عم يجوا انه بدنا احترام ال 1701، انه هل اسطوانه ال 1701 عن جد شيء غريب، وما انعمل بلبنان حمله اعلاميه او حمله دبلوماسيه بالامم المتحده بالسفارات الكبرى عند بواشنطن بباريس بلندن،
لحتى نفهمهم أنه في 33 ألف خرق إسرائيلي للقرار 1701 من وقت صدوره بال 2006. ما بيعرفوا يا استاذ رومي تقرير اليونيفيل يمكن بيعرفوا بشكل دوري بس على بس اذا نحن ما ذكرناهم كمان بيتجاهلوا. ما نحن كمان عندنا واجبات تجاه بلدنا انه نقول لهم انه نحن مش نحن اللي عم نشن الحرب، نحن عم ندافع عن حدودنا. طيب اسرائيل بتطلع بالطيران الحربي بتخرق سما لبنان لتقصف سوريا. بيطلعوا البرجات الإسرائيلية بيخرقوا البحر أو الحدود الإقليمية للبحر اللبناني، بيطلع الجندي الإسرائيلي بيفشخ أمطار أو مئات الأمطار أو عشرات الأمطار بعد ما يسمى الخط الأزرق اللي بس الأساس في تحفظات عليه. طيب نحن هيدا نحن عم نشن حرب على إسرائيل أو إسرائيل عم تشن حرب علينا؟ بعدين اللي عم بيقول إنه إذا نحن طبقنا الـ 1701 يعني بيكون إسرائيل ارتدت عن عدم استمرارها بالخروقات، لشي الخروقات الإسرائيلية مبلشة من بعد 1701 بالأساس، أم هي مستمرة من سنة 1949 تاريخ توقيع الهدنة نحن وهذا الكيان؟ من 49 ستراندا في اتفاقية هدنة نحن والكيان الصهيوني كل 4-5 سنين أو بيعملوا انفيلتراسيون خرق بري على الأراضي اللبنانية، وفي بالخمسينات أو بأواخر الخمسينات اعتقلنا 4-5 جنود صهاينة ورجعنا رديناهم، القصف على مطار بيروت وعلى الميدل إيست، القصف على الوزانة على الليطانة، الخروقات المستمرة، احتلال مزارع شبعة، احتلال مزارع شبعة بعد 67. نحن منكون عم نشن حرب على إسرائيل، وإسرائيل لا ما عندها مشكلة تعتد أنها تريد أن تمارس حقها في الدفاع عن نفسها. حبيبي نحن بدنا ندافع عن أنفسنا، مش أنت بدك تدافع عن نفسك، نحن بدنا ندافع عن أنفسنا منك، مش أنت عم تدافع عن نفسك منا. من هون في سردية إسرائيلية مغلوطة ومشوهة عم توصل على الإعلام العالمي. طبعا هلأ قدرنا نكسر جزء كتير كبير منها، إنما يجب أن نستمر ونقول إنه القصة منا قصة 1701. الـ 1701 شوفوا العدو الإسرائيلي كيف لازم يتعاطى معه، كيف لازم يوقف الخروقات، وأكيد بتهدى الجبهة بين لبنان وبين هذا الكيان عندما يتوقف العدوان تماما على قطاع غزة. طيب استاذ روني، يعني اليوم الأمريكيين برأيك بدأوا يدركوا حقيقة أن يعني التعثر على المستوى الدبلوماسي مع لبنان هو يستوجب مزيد من الجهد والعمل من أجل إبرام صفقة التبادل التي تشكل اليوم مفتاح الحل، بمعنى مثل يعني ما تحدث هوكشتاين بأنه إتمام صفقة التبادل بين الفلسطينيين والعدو الإسرائيلي يعمق الحوار أكثر مع حزب الله. هو يعني هيدا الموضوع اليوم، هل الأمريكيين بدأوا يدركوا أن يعني تمسك أول الخيط هو بإتمام صفقة التبادل، وهيدا اللي عم يشتغلوا عليه؟ عم نشوف مدير الـ FBI، مدير الـ CIA، بلينكن، يعني في محادثات عم بتكون بشكل شخصي بين الرئيس بايدن ورئيس حكومة العدو، ويعني وأيضا حس قطر والقاهرة على المزيد من الجهد من أجل إتمام هذه الصفقة. تماما توصيفي كتير دقيق. أنا بعتقد أنه في كماشتين إذا صح التعبير بقلب لبنان هن عم بيفاوضوا عن بلدنا. أول شيء كماشة سياسية، أوكي، يعني ما في خاصرة رخوة سياسيا بموقف لبنان الرسمي في هذا الإطار، وعندك الكماشة الأمنية يلي عم بتحافظ على غليان مدروس بالجبهة ما بين لبنان والكيان الصهيوني. عم نقله للأمريكي انه حضرتك بدك تصور نفسك كمفاوض نزيه او كمفاوض على مسافة واحدة من اطراف هذا النزاع. اول شيء المطلوب وقف العدوان على غزة، مش هيك تفضل استدير وروح على غزة، تقعد مع المقاومة بالقاهرة، تقعد معها بقطر، تقعد معها محل ما بدك، إنما في مدخل أساسي
إذا ما فتنا منه ما في شيء بيوقف، والتطورات ممكن أن تدحرج إلى الأسوأ. كيف بدك تبلش؟ بدك تبلش أولا بوقف العدوان. وقف العدوان يجب أن يترافق بالانسحاب الكامل من قطاع غزة، وهيدي سترندا القصة يلي الإسرائيلي منه قادر يبلعها ومنه قادر يستوعبها، لأنه بالأساس كان عم بفتش أنه يبيع المستوطنين أو يبيع الرأي العام الإسرائيلي الداخلي إنجاز معين، أننا قصفنا دمرنا اجتحنا وبقينا. آخر نقطة اللي هي بقينا عم بيقلوا فيها حماس، لا مش بقينا، أنت لن تبقى على أرض قطاع غزة وبالتالي أنت ستنسحب. وإذا قبل بالانسحاب بيكون عمل نوع من نوتراليزاسيون، يعني ألغى كل ما يعتبر أنه أنجزه صحيح خلال 4 أشهر. من هون المفاوضات معرقلة، بمعنى أنه أول ما بيقبل رئيس حكومة العدو بوقف العدوان بده يقبل مع وقف العدوان الانسحاب الشامل من قطاع غزة. وانسحاب الشامل من قطاع غزة يعني عدم وجود أيضا شريط جديد. الأمريكيين والإسرائيليين بالأساس كانوا عم بيحضروا لوجستيا لقلوا، لأنه كانوا جرافات التدي بير جديد نعم. بأمريكا صاروا منتشرين على أساس بدهم يفوتوا 3 كيلومتر بالعرض لحتى يعملوا هذا الجدار العازل الجديد أو المنطقة العازلة البفر زون نعم. وبالتالي البند الأول من المفاوضات اعتبروا الأمريكي، إذا بتشوف التصريحات الأمريكية مبارح وأول مبارح، أنه يا أخي في شيء كتير معقد برد حماس وبحاجة إلى توضيح. وطبعا بنيامين نتنياهو عمل ردة فعل سريعة أنه خليهم ينزلوا حماس من الشجرة، وبالتالي هو لازم ينزل من الشجرة، بس عم بقول أنه خليه خففوا لأنه عم بتعاطوا وكأنه المنتصرين. هو بالحقيقة عم بتعاطوا كأنه منتصرين. هاي النقطة الأولى اللي بعد في خلاف عليها. النقطة الثانية عكس ما بيشوفوا بعض المراقبين، النقطة الثانية هي إعادة الأعمار، لأنه بالنسبة لحماس إعادة الأعمار بغزة هي ضمانة لإجهاض الترانسفير صحيح لإجهاض التهجير نعم. القسري وإعادة الناس إلى بيوتهم. وهذه بتخوف الإسرائيلي كتير. لقلك ليه؟ لأنه قبل ما يصير إعادة الأعمار بند متفق عليه بالمفاوضات، في عودة نعم. رهيبين الفلسطينيين، مخيفين الفلسطينيين، عظماء الفلسطينيين في اللي عم بيصير بقطاع غزة. يعني لو حقيقة في كاميرات عم بتواكي، برغم إعلامنا تحسن كتير بس إذا متحسن زيادة بعد، طب في ناس عم ترجع على بيوتها المهدمة على شمال غزة صحيح. وتقعد بالركام وتقول أنا بدي نام تحت الركام، وإنما أنا متلاحمة مع هذه المقاومة وأنا باقي حيث أنا. ولحد هلأ عم بيقولوا أكيد في 1,400,000 فلسطيني برفح، ولكن بعد في مئات الألاف موجودين بشمال قطاع غزة. وهود اللي مخوفين الإسرائيلي، لأنه كل واحد منهم مقاومة، كل واحد منهم هو حماس، وكل واحد منهم هو نعم. جهاد. من هود النقاط الثلاثة بقلب الصيغة التفاوضية هن اللي عم بيخلوا الإسرائيليين يتشنجوا ويعرقلوا أي صفقة لتبادل الأسرة. نقطة الأخيرة إذا بتسمحي تفضل. هي تبادل الأسرة. تبادل الأسرة بالنسبة لحماس والجهاد وحركة المقاومة بالإجمال هي مرحلة تأتي لاحقا بعد تنفيذ البنود الهوديك الثلاثة الأولى نعم. اللي هي وقف العدوان، انسحاب الشامل، الاتفاق على إعادة الأعمار مع جدول زمني وادخال المساعدات بشكل يعني مثل طبعا هذه أكيد أوكي نعم. وبعدين نجي على قصة إخلاء السجون. لحد هلأ ما سمعنا من حماس والجهاد أي تنازل بعملية الإخلاء الشامل للسجون، لأنه الإسرائيلي عم بيحاول يقول أول مرحلة هالقد، ثاني مرحلة هالقد، وثالث مرحلة هالقد، ثلاث أسرى مقابل رهينة. بغض النظر عن يعني عم بيسووا الإسرائيليين هذا الموضوع مزبوط نعم. بغض النظر عن الفورمولا، وهون ممكن تكون حماس عندها نوع من المرونة. الفورمولا بالنسبة إلها ما أنها مشكل،
كل 15 يوم، كل شهر، 3 بـ50، 50 بـ100، 150، موضوع تفصيلي. الأساس في إخلاء السجون من كل الأسرى الفلسطينيين. لا يزال الهدف هو تبييض سجون العدو الإسرائيلي من كل الأسرى. تماما. هلا في ناس يمكن ما بحبوا يستعملوا كلمة تبييض باعتبار تبييض يعني يصيروا خاليين. يصيروا خاليين بما فيهم الأسير مروان برغوثي. نعم. وأحمد سعدات، لأنه هؤلاء له مستقبل سياسي باليوم التالي. مشان هيك المفاوضات بعدها متشنجة ومعرقلة. أنا بتوقع بالأيام المقبلة يصير في نوع من مرونة على إيقاع الضغوطات الداخلية اللي عم بيعيشها الكيان الصهيوني، إن كان ضغوطات منه فيه بقلب السلطة السياسية وشعبية. أو شعبية. نعم. بالمعنى المستوطنين اللي ممكن نضغطوا على رئيس حكومة العدو. طيب أستاذ روني، بتسمح لنا نتوقف مع أول فاصل ونستكمل من بعدها يعني أكثر شوي بمسألة التفاوض، لأنه يعني مثل ما ذكرت حضرتك أنه هي اليوم المفتاح لي يعني الانطلاق نحو المرحلة المقبلة. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. مجددا برح فيكم مشاهدينا الكرام بالجزء الأخير من السياسة اليوم، وبجدد الترحيب بحضرتك استاذ روني. إلى الملفات الداخلية اللبنانية، بعد فينا نقول يعني بعد ما صارت هذه الملفات متشابكة استزروني في المنطقة ككل، وهيك عم بيصير في خلط للأوراق وعم نشوف موازين القوى كيف يعني قوى صاعدة، ويعني الرؤية الغربية للمنطقة كيف عم تتحول مع هذه المتحولات، بعد فينا نقول أن هناك فصل يعني مسارات المفصلية بالسياسة الداخلية اللبنانية عن هذه الملفات، لأنه يعني كتير كانوا يقول ما لا ارتباط عضوي بين ما يجري في غزة وعلى الحدود الجنوبية مع بعض الاستحقاقات. عودة الرئيس سعد الحريري أثبتت شيء، يعني قالت شيء بهذا الإطار. خليني أعطي هيك بعض بعض المشاهدات يلي ممكن واحد يبني عليها. المشهد الأول هو الالتفاف الجماهيري على الرئيس سعد الحريري. يعني أنا شفت حد الضريح جماهير محتشدة، مش عم بحكي 1000 و2005 و10، جماهير. نعم. وأتت من كل لبنان، وهذا له دلالة بالنسبة لي. أنا دلالته هو أن الرئيس سعد الحريري ما زال يمثل الزعامة اللبنانية سلاش السنية. نعم. الأكبر في لبنان، وهو القادر على أن يستقطب يعني أهل السنة من كل لبنان. وهذا يدل أيضا أنه من تاريخ اعتزاله العمل السياسي يعني بيانه الشهير المتلفز من بيت الوسط من كم سنة، ما إجت شخصية سنية قدرت تستقطب جماهيريا هذا الكم وهذا النوع من الالتفاف الجماهيري على الرئيس سعد الحريري. طبعا النقطة الثانية اللي بعرفه عن الرئيس سعد الحريري أنه يعكس الاعتدال الوطني. ولفتني يعني موقف أعطاه مؤخرا امبارح أو أول امبارح، عم بقول إذا لاحظت أنا أنه الطائفة السنية رايحة على دريف، يعني رايحة على التطرف، سأتدخل لألجم هذا التطرف وأعيد الأمور إلى الاعتدال. وهذه قيمة يعني إنسانية وسياسية ووطنية يجب أن يشهد لها. ومشان هيك حظي الرئيس سعد الحريري يعني باستقبال وبحفاوة. أنا شفته امبارح الرئيس بردي كيف عم يستقبله، كأنه عم يستقبله كأنه ابنه. صحيح. يعني استقبله بجناحه الخاص ومبين، تعرفي بالوجوه بتشوفي أنه مبسوط كان دولة الرئيس عم يستقبل الرئيس سعد الحريري. وحتى بزياراته اللي عم بيعملها الرئيس سعد الحريري كمان في حسن وفادة محل ما عم بيروح. بالطبع كان عندي بعض التحفظ على بعض المواقف كمان يلي أدلى بها على إحدى القنوات العربية الحدث. عم بيتهم فيها أنه حزب الله وأعضاء بحزب الله هن اغتالوا الشهيد رفيق الحريري. وهون إذا بتسمحي بهمني بس أنه كمان ادلي بدلوي او وضح شغله اساسيه. انا كمواطن عادي
لما بشوف المحكمة الدولية بتبلش باعتقال 4 ضباط لمدة 3 سنوات بيطلعوا أبرياء، من حق شكك بكل مسار هذه المحكمة. ما حدا بيجبرني أني صدق شيء أنا ماني مقتنع فيه، وأنا ما عم بقول هالشي لا لا لدافع عن فصيل لبناني، ولا لدافع عن الرئيس بشار الأسد، ولا لدافع عن حزب الله. أنا كمحلل، كقارئ موضوعي، كشخص عندي منطق، بقول أنه هالمحكمة راحت على محلات ما بتشبه الانفستيجاسيون أو التحقيقات الموضوعية. على كل حال يعني عسرا للمقاطعة، ربما اللي شفناه التعاطي الدولي مع قضية غزة، مع الظلم والعدوانية على غزة، ما بعرف قديش بعد فينا نصدق مؤسسات دولية. ما هذه يعني كمان فينا نعمل استقاطع عليها. صحيح. بمرحلة لاحقة، طيب الرئيس سعد الحريري يقدم اعتذار للرئيس بشار الأسد لأنه اتهمه يوما ما أنه وراء اغتيال هذا، وحمل حاله وزائر دمشق ورجع استدار بالاتهام على حزب الله. طيب انه طلعت هالمحكمة اخر شيء، ما بعرف شو بدي احكي عنها لحتى ما يقولوا انه والله انا خارج عن المجتمع الدولي والمنطق الدولي والى اخره، بس ما بعرف انه مسار محكمة بيروح بيبني اتهاماته على اتصالات تليفونية المقاومة بتعملها 10,000 مرة بالنهار بكل المناطق اللبنانية، ما بعرف. مش هيك انا بشك انه يكون الرئيس سعد الحريري بيعرف مين قتل والده، بس أنا بقول للرئيس سعد الحريري، مش بالشخص اللي هلأ عم نحكي أنا وياك، لأنه أنه الرئيس سعد الحريري ليس بحاجة إلى إذن لمزاولة السياسة في لبنان، هو جزء من النسيج الوطني اللبناني، ومتى أراد أن يعود إلى بلده ويمارس مسؤوليته السياسية منه بحاجة لا ينفذ جدول أعمال أي دولة عربية أو غير عربية، وهو مرحب فيه بين أهله وأحبائه. حضرتك يعني بلشت بالمشهد الجماهيري ويعني حللت ما سيعكس هذا المشهد، هناك طوق عند جماهير تيار المستقبل، يعني حتى السنية طبعا بالمعنى السياسي، لمرجع لزعامة يعني واضح ما قدر حدا يغيره على المستوى السياسي. استزروني، شفنا شخصيات تقاطرت إلى بيت الوسط، اللي يعني توقف عنده المشاهد هو كتلة القوات اللبنانية، الكتائب أيضا اللي زاروا بيت الوسط. هيدا شو بيقول؟ يعني ما هي المقاربة المسيحية لهذه العودة؟ هل هناك رهان على تشكيل لاحقا قوة مع الرئيس سعد الحريري، قوة سياسية وازنة مقابل يعني اللي بيضلوا يتسوق له تمدد حزب الله وحلفائه داخل هذه السلطة، انطلاقا من أن الرئيس سعد الحريري سيقيم فترة خروجه بسبب ما كان يسميه ربط نزاع، يعني أنه المرحلة المقبلة ستكون خلينا هيدا الرهان. خليني أقول أنه في هون شغلتين بدنا نحددهم قبل ما نجاوب بشكل هيك موضوعي على السؤال. فضل. هل هناك قرار عند الرئيس سعد الحريري أن يكمل في السياسة وأن يعود عن قرار اعتزاله العمل السياسي منذ سنوات؟ لأنه هذه كمان بتحدد إذا كان في مقبولية عند الرئيس سعد الحريري يرجع يفوت بالتحالفات الداخلية اللبنانية. إذا كان في قرار للرئيس سعد الحريري بالعودة إلى العمل السياسي، بينطرح ساعتها موضوع التحالفات مع الأحزاب مثل القوات ومثل الكتائب على البحث. النقطة الثانية، نحن ما بدنا ننسى أنه كان في جفا سياسي ما بين القوات اللبنانية وبالتحديد بين دكتور سمير جعجع وبين الرئيس سعد الحريري، يعني انطلاقا من هون كان سؤالي لحضرتك، من وقت ما كان إذا عنده مشاكل بالسعودية، وكمان كان في مأخذ من الرئيس سعد الحريري على أداء القوات اللبنانية السياسي الشخصي باتجاه سعد الحريري. اليوم عم نشوف أنه القوات اللبنانية بالشكل عم تكسر إذا بدك هذا الجمود وعم تعمل زيارة. هل هذا الكسر للجمود سيبقى عند حدود الشكليات، أم أن هناك ما يعني يحاك أكثر باتجاه ربما مثل ما تفضلتي وقلتي أنه يشكلوا هذه الجبهة؟ طيب وإذا تشكلت هذه الجبهة، على أي مبادئ وعلى أي أسس بدأت تتشكل هذه الجبهة؟ هل تتشكل اليوم على خلفية معادات أو خصومة نافرة مع جزء كبير من اللبنانيين
أو قوى سياسية تمثل ما تمثل من مقاومة وممانعة وخط لبناني مقاوم اليوم، وبالتحديد نحن وتحت النار الإسرائيلية، هذا كمان بدهم يخدوه بعين الاعتبار ليشوفوا كيف بدهم يدوزنوا هذا الموضوع. بمطلق الأحوال المرحلة المقبلة بتخلينا نعرف عما إذا كان الرئيس سعد الحريري سيبقى في لبنان، عنده جدول أعمال سياسي في لبنان، ومنشوف بعدين هالتقارب الشكلي هل يتضمن أيضا تقاربا في المحتوى، وبعدين بنحكم على الموضوع. طب يعني عندما يقول الرئيس سعد الحريري أنه كل شيء بوقته حلو، عم بيقول حتى الساعة بعده معلق يعني العمل السياسي بلبنان، طب هل هناك انتظار لترتيب، أو إذا بدنا نكبرها أكثر لتسوية من قبل الخماسية الراعية اليوم لاستحقاقات داخلية، لا سيما أنه هناك يعني حضرتك تحدثت عن الاتفاق اللي صار بين الرياض وطهران، رح يعكس حاله هذا التوازن على المشهد السياسي الداخلي اللبناني، والرئيس سعد الحريري هو الشخصية المطلوبة في المرحلة المقبلة. ربما أنا كنت أقول قبل أنه ما لازم نعطي مساحة بالتسوية ما بين السعودية وإيران أكثر مما لازم، وأنه كانت المساحة اللي بدهم يتفقوا عليها أكثر هي المساحة اليمنية، أو هي المساحة الاقتصادية المشتركة باتجاه التنمية بين البلدين، لأنه في بند بقلب هالاتفاق بقول كمان أنه تخفيض نسبة التوترات والغليان بالمنطقة بمشيئة وتعاون ثنائي ما بين المملكة وبين الجمهورية. اليوم أنا بقول لا، صار في شيء متغير أكثر. ليه؟ لأنه الحرب غزة، حرب إسرائيل على غزة، حطت المنطقة كلها على فوهة أو بركان أو فوهة تسوية، وبالتالي قادرين نستفيد اليوم من الاتفاق السعودي الإيراني لتبريد الملفات في هذه المنطقة، ومن خلال هذه النافذة التبريدية للملفات الشائكة بهالمنطقة، قد يكون هناك مساحة للرئيس سعد الحريري أن يكون رجل المرحلة على المستوى الوطني. إنما يجب أن أقول، ويمكن هذه علقاني هيك بالحنجرة بس لازم أقولها، هو ليس بحاجة إلى إذن من أحد. يعني هو عنده القاعدة الشعبية اللازمة اللي بتحلو أنه يتحرك. هذه كانت الرسالة إلى يعني من يجب أن يكون، ما هو يعني حتى الواحد يكون كمان واقعي بلبنان أستاذ روني، يعني كل يعني في مظلات معينة يعني تظلل الاستقرار الداخلي اللبناني، أو أقله بتعمل هذا التوازن لاحقا يعني بيودي على استقرار ولو مؤقت. تماما. هلا أنا طبعا ما عم شجع الرئيس سعد الحريري أن يخرج من مظلة، أوكي، إنما من الطبيعي أنه يحتفظ الرئيس سعد الحريري بما له من شعبية، بما لتاريخ والده من تاريخ كمان، أن يحتفظ أيضا بهامش كبير من الاستقلالية والسيادية بقراراته، وهيك بصير محترم أكثر من الدول يلي ممكن يفكر أنه المظلة يلي هي عم تعطيها يه ممكن أنها تعطيه مقبولية بالعمل السياسي. ما في بمحل معين القرار الفردي اليوم، السيادة على نفسك هي أهم بكتير من سيادة بيعطيك إياها شخص خارجي وبيحدد لك هوامش ممارستها. مش هيك عم بقول أنا ليس بحاجة لا إلى المملكة العربية السعودية، مع كل احترامي للمملكة وللمسؤولين في المملكة، هذا قرار سيادي داخلي للرئيس سعد الحريري الحق والواجب في اتخاذه. أما التنسيق مع المملكة العربية السعودية فهذا أمر طبيعي، خصوصا إذا كانت المنطقة مثل ما عم نحكي رايحة على حوارات وعلى اعتدال. أما إذا كان الموضوع تشكيل تكتلات متحجرة تعود بنا إلى أشكال مواجهات ذات طابع طائفي ومذهبي في لبنان، فهذا خط أحمر بيعرف الرئيس سعد الحريري أنه متى ما وصل عليه بيكون دق بمرحلة كتير خطرة
على مستوى الوجودة للبلد كله. يعني ربما إحدى يعني المواضيع اللي دفع تمنى إذا صح التعبير الرئيس سعد الحريري أنه يعني كان من الناس الحريصين على عدم يعني الذهاب نحو فتنة مذهبية بالفترة اللي رمز للاعتدال. هو صحيح. رمز للاعتدال. طيب يعني اسمح لي بهذا الإطار أكثر. نحن اليوم لا يعني ليس التصويب على يعني قديش يتمتع من سيادة الرئيس سعد الحريري، عم نقرأ بواقعية استزروني البعض يربط هذه المرحلة القريبة مع مرحلة 1992 التي حملت الرئيس رفيق الحريري رئيسا للحكومة الأولى للبنان بعد اتفاق الطائف، والتي أتت بمظلة أصلا يعني مشرعة دوليا من المملكة العربية السعودية على يعني من اتفاق الطائف اللي يعني كانت الراعية لهذا الاتفاق. و بين اليوم أو عودة الرئيس سعد الحريري الذي سيعود بهذه الرعاية، لأنه اليوم الكل بيعرف أنه يعني المملكة العربية السعودية لها الدور المؤثر في لبنان، وبالتالي سيحمل يعني ستعيد ضخ الأموال الاستثمارات، ومعه يعني كمان البلد بده يبلش يتنفس ويعني ينطلق مجددا. بتوافق على هيدا على هاي المقاربه؟ ما كتير بوافق، رغم انه اللي تفضلت فيه بغايه الاهميه، المقارنه اللي عملتيها رائعه ولازم نحن نفندها للمشاهدين. انا ما بشوف انه مرحله 91 بتشبه مرحله 2024، لانه مرحله 91 اتى فيها يعني جو اقليمي ودولي لا يشبه الجو الإقليمي والدول الموجود بال 2024. كان في مشروع اسمه مشروع السلام في الشرق الأوسط، للأسف كان مشروع إسرائيلي تم تصويبه وتعديله وتنظيفه وإعطائه حل بالاعتدال لحد 2002 بالقمة العربية انعقدت ببيروت، الأرض مقابل السلام. إنما كان الترند الجو كله رايح على السلام، وبالتالي ضمن هذا الخط اللي هو خط السلام مع إسرائيل اجت قصة الرئيس رفيق الحريري وكل هذا التراث إذا بدك الداخلي اللي تلملم بهذا الأساس. طبعا منشيل منه القوى الممانعة اللي كانت من وقتها متوجسة من هذا المشروع. طيب 2024 نحن هلأ بمرحلة تانية، منا بمرحلة سلام مع إسرائيل، نحن بمرحلة محور طويل وعريض يتشكل ويحدد موازين قوى جديدة، ليس في محاورة إسرائيل من أجل السلام وليس في مجاورتها وفق 2002 القمة العربية ومقترح السلام، إنما في مواجهتها كقوة عنصرية محتلة وإجبارها على القبول بشيء اسمه دولة فلسطينية. هل الرئيس سعد الحريري هو ضمن هذا الحراك في هذا المحور، أم أنه ضمن محور آخر تطبيعي مش هو، إنما قد يجرف من قبل محور آخر مناهض، وبالتالي بيدفع ساعتها الرئيس سعد الحريري ثمن كتير كبير، لأنه بيعلق بين محورين، محور يريد أن يطبع ومحور يريد أن يقاوم. مشان هيك أنا ما بعتقد إنه وضعية الرئيس سعد الحريري هلأ فيها أريحية ومرتاحة مثل ما كان مرتاح والده الشهيد رفيق الحريري بأوائل التسعينات، وأنا أدعوه إلى أن يعني يعيد حساباته الاستراتيجية ليعرف بأي محور بده يكون، لأنه بال 2024 ما في شيء اسمه رمادي، في انقسام عمودي هلا في دم يا صار يعني وصار في يا دم. مع الخيارين ما في ثلاثة، ما في خيار يعني ثالث. نعم يعني بده يرجع بده يحصن الخيار. نعم. ويعرف وين بده يروح بهذا الاتجاه. على كل حال يعني ربما بنكون عم نبالغ اذا يعني عم نحمل الرئيس سعد الحريري هذه المسؤوليه، لانه هيدي اليوم هي مواقع دول يجب ان تحجز لنفسها تماماً. يعني محلات تماماً. لنشوف اليوم يعني في هذه التسويه وين الموقع وقديش يمكن أن يستفيد يعني كل دولة أن تستفيد من هذه التسوية، لأنه ربما ستمتد يعني عم بيكون الحديث عن هدنة طويلة الأمد بناء على هذه التسوية أو الاتفاقات اللي بدها تصير. مشان هيك هلأ وضعية الرئيس سعد الحريري أن يكون ضمن الهوامش المشتركة
إذا كان في هناك هوامش مشتركة بين هذين المحورين. طيب بتشوف في شيء يعني قريب بهذا الإطار، هذه التسوية يعني ستخرج من مؤتمر دول إقليمي دولي أستاذ روني، أم يعني بعد التعقيدات كتير كبيرة وموجودة وبعيد الموضوع؟ أنا بعتقد أنه بعد لم يحن الوقت للبنان يقطف ثمار التسوية، لأنه بعدنا مش عارفين رايحين على مواجهة أوسع أم رايحين على تسوية. مش هناك عم بقلك ما حدا بيقدر يجاوب على هذا السؤال، وما حدا بيقدر يقول بأي طريقة وشو الجدول الزمني يلي بدها تخف فيه التوترات والفراغات الدستورية بلبنان، أي متى بصير في عنا رئيس، أي متى بتنتظم حياتنا السياسية. نعم. بعد بكير كتير نستقرئ المستقبل، لأنه أعتقد أنه يعني صراع المحورين الكبيرين في العالم لم ينتج بعد هوامش مشتركة يمكن البناء عليها. يعني نحن للأسف وقتنا انتهى، ولكن يعني في إجابة بعدها يمكن العالم كله ما بيملكها، ماذا عن اليوم التالي؟ واضح إنه العالم من أوكرانيا روسيا والمنطقة، العالم على صفيح ساخن، وحتى يعني أيضا الشرق آسيا، الصين والمحور الممتد إلى تايوان، كمان في إجابات ماذا عن اليوم التالي؟ يبدو العالم يتحرك على إيقاع اليوم أو ربما الساعة، وهذه يمكن ما شهدها العالم أبداً بالتاريخ الحديث. وينتج تننهي فيها فضل. ينتج ما يسمى بالإنجليزي الانسرتينتي. الانسرتينتي أي اللا يقين. نعم. يعني ما قادرة تعرفي بكرة شو اليوم التالي. صح. اللي بيحكي باليوم التالي واهم، اليوم التالي ما حدا بيقدر يعرفه، لأن التغيرات كتير عم تكون سريعة. نعم. أنا بدي أشكر حضرتك كتير أستاذ روني ألفا الكاتب والإعلامي، أهلا وسهلا بحضرتك. مشاهدينا نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.